الثاني من الاختبارات هو الاختبار التحصيلي. اختبار التحصيلي الذي من خلاله نقيس تحصيل الطلبة، وليس المقصود هنا فقط تحصيل الطلبة للعلامة النهائية، حتى نشوف الفروق الفردية، نشوف المستويات الطلبة، نوازن بينها، نشوف ما هي درجات الطلبة. الاختبار التحصيلي اللي بتعامل معه نحن باستمرار، وهو على شكلين مشهورين، شكل مقالي وشكل موضوعي. اختبار مقالي واختبار موضوعي. الاختبار المقالي هو اللي أجوبته لا تكون محددة ودقيقة، أجوبته متنوعة، وهو غالب ما نلجأ إليه في أنواع الاختبارات. أذكر، عدد، عرف، اشرح، علل، هذه كلها ماذا؟ اختبارات، يسموها اختبارات مقالية، ومن اسمها بحاجة إلى كتابة، بحاجة إلى شرح. مهمة جدا لأنها تكتشف شخصية الطالب، مهمة جدا لأنها تعبر عن فهم الطالب، مهمة جدا لأنها بتعطيني مستوى ذكاء الطالب، قدرة الطالب على التعبير، قدرة الطالب على صياغة المادة بلغته. لكن لها معايير لابد أن تقوم بناء عليها هذه الأسئلة. طيب الآن كل مجموعة نلعب لعبة، كل مجموعة فريق، كل مجموعة فريق. الآن سأذكر أنا هنا معايير بناء الاختبارات المقالية. ما هي المعايير الصحيحة لبناء الاختبارات المقالية؟ لكن لن أذكرها ذكرا، سأذكر أمثلة خاطئة، سأذكر أمثلة خاطئة. من خلال المثال الخاطئ اللي راح أذكره بدكم تذكروا المعيار الصحيح. واضح؟ من خلال سأضع المثال، سأترك دقيقة لكل مجموعة للتفكير، ثم نرى ما هو المعيار، ما هو المثال الخاطئ، ومن خلاله ما المعيار الصحيح الذي يجب أن تكون عليه الاختبارات المقالية. واضح المطلوب؟ واضح المطلوب يا جماعة؟ ولا نعمل اختبار تشخيصي نتأكد من المطلوب؟ واضح؟ طيب ممتاز، واضح؟ طيب الآن مجموعة من الأمثلة الخاطئة، تأكدوا أنها خاطئة. اللي بذكر الآن أمثلة خاطئة. طيب هذا مستعدين؟ هذا المثال الأول ومعكم دقيقة. لحظة، الشيخ مش فاهم لسه. احنا قلنا هذا مثال خاطئ. طيب معلش يا إخواني وأخواتي. الآن مثلا بدي أبين كيفية الصلاة الصحيحة، بس ما بدي أذكرها. شو عملت؟ قلت لكم سأصلي بشكل خاطئ، أنا راح أصلي بشكل خاطئ، ومن خلال أخطائي أنتوا اعرفوا كيف تكون الصلاة الصحيحة. مثلا أجيت دخلت، هاي دخلت على الصلاة مباشرة، أول ما دخلت على الصلاة الله أكبر وركعت، هذا خاطئ. أنا بحكي لك هذا خاطئ، فأنت شو تحكي لي؟ إنه لابد أن يكون قبل الركوع شيء، هذا معايير الصلاة الصحيحة. فرضا أنا الآن بدي ما هي المعايير التي من خلالها أستطيع بناء اختبار مقالي صحيح؟ أول شيء واضح شو معنى الاختبار المقالي؟ نعم صحيح. الآن ما المعايير الاختبارات المقالية التي فيها هكذا؟ أكتب، أذكر، علل، عدد. طيب الآن هذه حتى تكون منهجية، خليكم معي حتى تكون منهجية، وحتى تؤدي الأهداف اللي حكينا عنها، وحتى ما تعقدش الطالب وما يضيعش عليه الوقت، وحتى كل الكلام اللي حكيناه سابقا، لابد أن تبنى على أسس صحيحة. هذه الأسس أنا ما بدي أذكرها، بإمكان أحكي لك 1 2 3 6، لكن شو عملت؟ جبت لك أمثلة خاطئة، هذا خطأ، ما الصواب؟ واضح؟ صحيح. دقيقة، يلا معكم دقيقة. طيب ما هو المعيار؟ ما هو أول معيار لبناء أسئلة مقالية صحيحة؟ تفضلوا يا شباب. أن يكون السؤال المطلوب محددا، هذا واحد. أن يكون المطلوب محددا، بمعنى هذا تخيل الإجابة، كم طول الإجابة هذه؟ مشاهدات. طيب سؤال آخر،
ما أعرفه سطر، هل ستحاسبني أيها المعلم على سطر واحد فقط ولا بتقيس بالشبر؟ اللي بيعرف أكثر بأخذ علامة أكثر، لأنه أنت بتحكي أكتب ما تعرفه. طب أنا بعرف بس كلمتين عن الروم والإشمام، بعرف إنه هذا غير هذا، وبعرف إنهم يقربوش لبعض مثلا، أو بعرف إنه يوقف عليهما بالساكن فقط، ما عنديش تفاصيل أخرى. بيجي طالب آخر بيعرف الروم، بيعرف الإشمام، بذكر المستثنيات، بذكر كله بذكره. طب كيف بدك تحكم على إنه هذا صح وإنه هذا خطأ؟ لأنه المطلوب ماله غير محدد. طيب حد عنده نقطة أخرى حول هذا؟ إذا أول معيار تحديد المطلوب بدقة، سجلوها لأنكم تكتبنوا الأسئلة الآن. تحديد المطلوب بدقة. طيب مثال اثنين الخاطئ، مثال اثنين الخاطئ، حتى نشوف معيار آخر. كيف كانت علاقة حفص مع شيخه عاصم؟ علاقته في بيت شيخه عاصم. تفضل يلا معكم دقيقة، ما هو المعيار الخاطئ؟ علاقة في بيته مع شيخه مثل ابن محدد. يعني السؤال محدد، فهذه نقطة. لأن شوف أنا ما حكرر مثالين على معيار واحد، شوف كل مثال معيار شكل، كل مثال معيار، يعني احكي نقطة ثانية غير محدد. طيب نسمع من غيركم لأنه جوابكم صح، أنتوا خلينا نشوف غيركم. اتفضل يا شباب أتحفونا. ليس له علاقة بالمادة، تكون المادة شيء فرعي، موضوع فرعي، مش في صلب الموضوع. لا أنا عم بشرح درس تجويد، معلش. هذه الأسئلة جميعها لدورة في رواية حفص من طريق الشاطبية لتعريف الأحكام، هذا العنوان العام، هذا العنوان العام، العنوان العام. أنا الآن عم بشرح دورة تبعتي في رواية حفص من طريق الشاطبية لشرح أحكامها. الآن كيف كانت علاقته؟ هل هو يستأهل أن يأخذ حيز من ورقة اختبار ويوضع له هدف؟ أنه كل سؤال لابد يكون بعزز ماذا؟ بعزز هدف. إذا عدم التركيز على قضايا فرعية، إلا إذا كانت مادة تراجم. لا إحنا بنحكي عن مادة في ماذا؟ لا معروف، إحنا مجرد درس تجويد ما بندرس تراجم. واضح؟ إذا عدم التركيز على قضايا فرعية، عدم التركيز على قضايا ليست، لأنه أنا بتطلعوا إذا الطالب بده يخليه يهتم بمثل هكذا قضايا، إذا الطالب عرف عني إني بهتم بمثل هكذا قضايا في اختبار، سينصرف إلى دراستها عن باقي الأهداف الرئيسية. بأكد كمان مرة، نحن الآن في دورة لشرح أحكام رواية حفص من طريق شاطبي. طيب نأخذ المثال الثالث الخاطئ. يلا بسرعة، دقيقة معكم. يعني تقريبا جاوبته أنا هذا. طيب ما الجواب بسرعة؟ ما الجواب بسرعة؟ أيوة السؤال عام. لا مش عام، بالعكس السؤال عام. السؤال ليس عام، احنا حتى نتناقش مع أختنا ونعرف نأخذ ونعطي. كلمتك إنه السؤال عام، أنا حدد لك مذهب القراء العشرة في الإمالة، واضح. حتقولي لي فلان عنده كذا، فلان واضح. طيب أيوة، لن ندرس المذاهب كلها، خارج الموضوع، خارج الموضوع، لأنه حكيت أنا عم بشرح أحكام ماذا؟ حفص من طريق الشاطبية، وإيش علاقتي بالقراء العشرة؟ إذا خارج الموضوع. طيب هي سهل هذا، مشيلكم إياه. طيب هذا سؤال اللي بيعرفه بكون معكم دقيقة فكر، اللي بيعرفه بكون شاطر كثير. الأول ثاني ثالث. معكم دقيقة فكروا. هذا سؤال واحد. هذا لحظة، هذا كله سؤال واحد. هذا كله سؤال واحد. لا، لأنه هذا اعتبري ألف باء جيم. الست اعتبريها ثلاث أسئلة. معلش اعتبريها ثلاث أسئلة. السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. أجدك ورقة أسئلة فيها هذا الشكل من الأسئلة. ما الملاحظة الرئيسية التي فيها؟ معلش بعطيكم كمان دقيقة تفكروا عشان وضحت الآن. خليكم معاي، خليكم معاي، خليكم معاي، خليكم معاي، خليكم معاي يا خديجة.
أجاكم ورقة أسئلة فيها ثلاث أسئلة، واحد اثنين ثلاث من هذا الشكل، ما الملاحظة التي عليها؟ راح نص دقيقة، يلا نص دقيقة، نص دقيقة. مركز على مستوى معرفي واحد وهو التذكر. تذكر، اذكر، عدد. لابد للاختبارات المقالية أن تقيس أكثر من مستوى معرفي. بمعنى، بمعنى هذا السؤال ما راح يجاوبه الفاهم، راح يجاوبه فقط الحافظ. البصين، البصين راح يجاوب هذا. أذكر أنه في اختبار الثانوية العامة عندنا في الأردن كان في ما يرشد إليه الحديث أو ما ترشد إليه الآيات، إذا جاوبت من عندي وصح خطأ، إذا كان أنا اجتهدت مما يرشد إليه الحديث وكان مظبوط لازم أكتب الموجود وين؟ بالكتاب. بمعنى هذا النمط من الأسئلة يقيس مستوى واحد وهو مستوى ماذا؟ التذكر، مستوى الحفظ وهو أدنى مستوى مستويات المعرفة. لازم يكون في تنويع له علاقة بالفهم، له علاقة بالتعليل، له علاقة بقياس مستويات الطلبة المعرفية عموما. ليه؟ لأنه في طلبة شاطرين بهذا وفي طلبة شاطرين بغيره وهو إلى آخره، حتى أشوف شو مهارات الطلبة كاملة. ما معنى البصين؟ البصين بصين يعني حفيظ. طيب نأخذ مثال خامس، أتوقع أنه إذا مش الأخير قبل الأخير، قبل الأخير تفضل. معكم نصف دقيقة، نصف دقيقة. ما الخطأ في هذا السؤال؟ ما الخطأ في هذا السؤال؟ واضح، واضح. أيوة، صياغة خاطئة، لأنه عندي كم حرف للإطلاق، بمعنى أنه مش من الحكمة توه الطالب. في ناس بيعتبروها شطارة، في ناس هاي ممكن أجيبه بسؤال صح وخطأ. أنه عدد حروف الإقلاب ثبت صح أم خطأ ممكن، لكن سؤال مقالي الأصل أنه عم بقرر حقيقة، وبالتالي هذه الصياغة خاطئة. ليس من الحكمة أن نضيع الطالب. ليه؟ لأنه حكينا أنه مش الهدف من الاختبار التعقيد، مش الهدف من الاختبار أنه الطالب يعني يتصبب عرقا، مش تحدي، مش معركة بينه وبين الطالب. فبالتالي لابد أن تكون صياغة السؤال صحيحة، تكون صياغة السؤال صحيحة. طيب المثال الأخير، معكم دقيقة. ما الخطأ هنا؟ بالمناسبة هذه المعايير ليست اجتهادا مني، هذه المعايير موجودة في المراجع التربوية التي كتبت من أجل وضع الأسئلة التربوية. أنا فقط شو عملت؟ جبت عليها أمثلة من شغلنا. ما الخطأ هنا؟ وبعدين أنا ملاحظة، ما حكرر ملاحظة سابقة، هم في ملاحظة جديدة، في ملاحظة جديدة. طيب تفضل يا أختي. أيوه. الطالب بجوز بده يقعد 10 دقائق يعرف معنى كلمة اكتنفة. ايش معنى كلمة اكتنفة؟ يعني سؤال جوا سؤال، وبالتالي لابد ان تكون ما هي الميتافيزيقيا؟ او ما اثر الميتافيزيقيا على الشعور اللا انساني عندما يذهب الى الوعي اللا ادراكي؟ طلع السؤال مركب، هذا اينشتاين بجاوب. فبالتالي لازم تكون لغة السؤال مالها؟ واضحة. ممتاز. إذا نعدد المعايير مع بعض. أول واحد صعب محدد. اثنين خارج الموضوع داخل الموضوع. طيب ثلاثة خارج الموضوع داخل، يعني خارج الموضوع يكون خارج الموضوع. طيب معناته خلينا نعدهم مع بعض. هذه معايير بناء، لاحظوا تحديد المطلوب بدقة، التركيز ما أمكن على القضايا التي تهم الطالب ولن تحقق الأهداف، مناسبة المطلوب لمستوى الطلبة، التنويع في المستويات المعرفية، الدقة العلمية واللغوية في بناء السؤال، وجود إجابة نموذجية، هذا مهم جدا، وصياغة السؤال بلغة مفهومة لا غموض فيها. الأسئلة المقالية لابد أن يكون هناك إجابة نموذجية مع المعلم يحوم حولها، ما في إجابة هنا في ذهن. والآن راح أذكر طريقة تصحيح هذه الاختبارات. في طريقة الاختبار المقالي غير الاختبار الموضوعي. الاختبار الموضوعي يضع دائرة، كان الدكتور في الجامعة يعطيني أنا صح للطلبة، لكن هذا له طريقة للتصحيح. هذه معايير بناء الأسئلة المقالية. طيب معانا الآن قبل الاستراحة وقت، أريد من كل مجموعة أن تعد اختبارا مقاليا.
يلا خلينا نقيم كل مجموعة معاكم 5 دقائق لإعداد اختبار مقالي. أعدوا اختبارا مقاليا حول مادة النون الساكنة والتنوين فقط. أعدوا اختبارا مقاليا كل مجموعة تكتب 4 أسئلة. واضح معي؟ واضح من المطلوب شيخنا؟ شيخنا يا جماعة الخير كل مجموعة صلوا على رسول الله. كل مجموعة تكتب 4 أسئلة عن مادة الميم الساكنة النون الساكنة والتنوين. شيخنا 4 أسئلة عن مادة النون الساكنة والتنوين أسئلة مقالية وكل مجموعة تطرح أسئلتها راح نناقشها فيها. تفضل نأخذ مثال على سؤال من المجموعة اللي هنا ونناقش شوفوا لنا يا هل يتوافق مع المعايير أم لا يتوافق. خليكم معي ركزوا جميعا الله يجزيكم الخير يعني ما يحدث من نقاشات أكثر فائدة مما هو معروض ليه لأنه بعطينا أمثلة عملية. عرف الإدغام لحظة هذا سؤال واحد بدي سؤال واحد بس نعم عرف الإدغام لا لغة المصطلح كم عرف الإدغام لغة واصطلاحا نعم مع ذكر حروفه وأنواعه وذكر الأمثلة. الله حلو عرف الإدغام لغة واصطلاحا مع ذكر حروفه وأنواعه والأمثلة. اكتب ما تعرف عن الإدغام وانتهى الموضوع. في إشكالية هون؟ أنت بتقولي محدد ما في مشكلة. في إشكالية ولا سؤال جيد؟ طويل جدا. لا مش طويل جدا، لا يوضع أكثر من مطلوب في سؤال واحد. ممكن أفرعه تفريعات. لا يوضع أكثر، يعني هذا كأني فقط شو عملت؟ فقط بدل ما أحكي له اكتب ما تعرف عن الإدغام حطت له كذا وكذا وكذا وكذا، جيد ما عنديش مشكلة، ما عندي مشكلة في المطلوبات، لكن لا توضع في سؤال واحد، في نسق واحد. مثلا ممكن أقول للطالب فيما يتعلق بالإدغام ألف عرف الإدغام لغة، باء عرفه بفرعه. كل ما فرعت كل ما عرفت إني أرتب ذهن الطالب أكثر. ليه؟ لأنه ذكر أكثر من مطلوب بهذا الشكل في الغالب سيربك الطالب سينسى بعض الأجوبة لأنه ما حيكون منتبهينها بشكل جيد. فهذا من الأخطاء، من الأخطاء في الأسئلة المقالية أن تتضمن أكثر من مطلوب في نسق واحد مثل هذا الشكل، لكن هو محدد محدد بحاجة إلى تفصيل أكثر مثل ما قال لك شيخ عبد الحكيم. طيب شوفوا هنا أعطونا مثال. الساكنة والتنوين 4 ألف عرض كل حكم لغة واصطلاحا، باء اذكر حروف كل حكم، جيم اذكر مثالا واحدا لكل حكم، دال اذكر استثناء الحكم اذا وجد مع مثال. سؤال مقالي هذا اتفقنا على انه في نهاية درس كامل يعني بعد مجموعة اسابيع اننا نريد ان نتأكد ان الطالب المعلومة كلها. طيب عيد السؤال خليهم يسمعوا تفضل. احكام النون الساكنة والتنوين أحكام النون ساكنة والتنوين 4 ألف عرف كل حكم لغة واصطلاحا. لازم يكون ألف أذكرها لغة واصطلاحا أذكرها. حاضر. باء عرف كل واحدة لغة واصطلاحا. إذا ألف جيد إني أذكر لو حكيت أذكرها جيد منيح برضو بتساعد الطالب بمعنى بتعطيه دليل على ماذا يجيب. افرض انه الأربعة هذه نسيها فأول خطوة هي مهمة جدا فيما بعدها. ألف أذكرها باء وهو إلى آخره. تفضل كمل. إذن ألف أذكرها، باء عرفها لغة واصطلاحا، جيم أذكر حروف كل حكم، دال أذكر مثالا واحدا لكل حكم. لا لحظة في ملاحظة على كلمة عرفها لغة واصطلاحا. تفضل. لا كنت على أذكر حروف كل حكم زي ما حكيتي أذكر حروف كل حكم عرف كل واحدة منها. ليه؟ لأن السؤال شو بقول لك؟ أحكام النون الساكنة والتنوين 4 عرفها لغة واصطلاحا، وين الذهن راح؟ على النون الساكنة والتنوين. لكن لما حكيتي له أذكرها هاي الأحكام 4 عرف كل واحد منها لغة واصطلاحا. ليه؟ حتى يكون احنا قلنا لابد يكون السؤال صيغته دقيقة، صيغته معروف والرايح.
لأنه قد يأتيك بعض الطلبة ويأخذ كلمة عرفها على وين؟ على المساكنة والتغلق. جيد، لكن أعطيه درس. لكم الله خير، ليك الطالب ساعتين مش حيرفع راسه. طيب طيب نسمع نسمع نسمع. عرف النون الساكنة والتنوين. ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ بدي سؤال واحد بس. عرف عرف النون الساكنة وما الفرق بينهما. النون الساكنة والتنوين وما الفرق بينهما. جيد جيد، لحظة خليكم معي. لكن عرف لغة واصطلاحا. نعم. ولا هي تعريف واحد؟ لا، لغة واصطلاحا. طيب. يعني طيب بدك تحددي بالضبط ما هو المطلوب، أعطيني. طيب شو عندكم؟ تفضلوا. تفضلت بي الأخت مثلا، حاول تكرره. أوكي، هات أمثلة من القرآن على حكم الإقلاب، أو هات مثال واحد. هذا أمي السؤال سمعته، لأنه كل اللي حكيته قلته تذكر، كل اللي حكيته تذكر. لكن هنا شو قال؟ هات أمثلة من القرآن غير الأمثلة. لو حكينا هنا أذكر أمثلة حيجيب الأمثلة الحفظها، أمثلة هنا حيجيب الأمثلة الحفظها. لكن هنا أو ممكن أجيب له سؤال بطريقة أخرى. هذه الصفحة من القرآن، أعطيه صفحة من القرآن، استخرج ما فيها من أمثلة على النون، على أحكام النون الساكنة والتنوين. هيك أنا انتقلت فيه من مستوى التذكر لمستوى القياس، لمستوى القياس، وهذا مستوى متقدم. طيب تفضل. كل هذه مسألة داخلة في المقالي، أنه في الاكتباء في المقالي. لا، في المقالي بعطيه صفحة. أو طبعا بعطيه صفحة وبقول له خرج لي منها الموضوعي محدد بأربع أنواع راح نذكرهم، ما سوى ذلك مقالي. تفضل. ما حكم النون الساكنة في كلمة سنوان ودنيا؟ ممتاز، سؤال واضح ومحدد، أعطيه ولطيف خفيف، أعطيني خلص. السؤال المختلف اللي عندنا هو آخر سؤال كتبته، هل هناك علاقة بين أحكام النون الساكنة والتنوين؟ قبلها كان أمثلة، أعطي خمس أمثلة متنوعة. آخر سؤال، هل هناك علاقة بين أحكام النون الساكنة والتنوين، تشابه اختلاف؟ من حيث ماذا؟ يعني مع شو الجواب؟ الجواب مثلاً، هل هناك إنه في يعني بعد ما يتعرف الطالب على الحروف، حروف الإدغامها، هل هناك مثلاً ممكن إنه يخلط الطالب بين الحروف، بين الأحكام، أحكام حروف الأحكام؟ حتى الجواب غير واضح. السؤال دائماً لما تحطوا سؤال جاوبوا، ولذلك شو بقول لك هنا؟ لابد أن يكون لها جواب نموذجي. لما تحط الأسئلة ضعي أجوبتها، لما تضعي الأسئلة المقالية ضعي أجوبتها. هل هذا الجواب أصلاً مش واضح، فما بالك بالسؤال؟ تمام؟ فلذلك لابد كل سؤال أنتم بتتخيلوه وبتكتبوه أن يوضع له إجابة نموذجية حتى المعلم يستطيع يصحح بالطريقة الصواب.